الان نحييكم والسلام عليكم احبة المشاهدين، وحياكم الله في تغطية خاصة جديدة للمواكب الخدمية في كربلاء المقدسة. رغم صعوبة الاجواء، رغم الامطار الكبيرة في كربلاء، لكن الخدمة الموالين المحبين لآل البيت ما زالوا مستمرين بالعمل لخدمة زوار الامام الحسين القادمين من كل حدب وصوب لاحياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام. راح نكون وياكم بتغطية الخاصة لهذا اليوم، كونوا معنا. يا تنادينا ألا من ناصر بنبرة حيدرية، كنا لبينا دق مناحنا على حدود الثنية، واحد البينا أمه صاحت بالولادة غاضرية، شوف بيدينا السيف من يتغزل. تواصلوا أخي محمد المشاهدين في داخل هذه الأجواء وهذه التغطية الخاصة من كربلاء المقدسة للمواكب الخدمية، مواكب المحافظات العراقية، مع أحد الأخوة الخدام. السلام عليكم، أهلا وسهلا، أجرنا وأجركم مصاب سيد الشهداء. علي ما تعرفنا حضرتك؟ المواطن عمار عادل جويد. احنا قاعد نشوف عملك، قاعد تسوي كباب ان شاء الله للزوار، شنو طبيعة عملك؟ هذه مهنتك يعني؟ انت لو خارج مهنتك انت هنا تعلمت لا، هي مهنتنا بس احنا بالخدمة، خدمة سيد الشهداء. يعني للموكب يا حبيب الله، من يوم ما حسافر يا بخت من عند استعداد هذا العمل، هي اتلاف العمل صح. خطوتك دارك خليفة، كل عمل يقدم كل متعب، لكن العمل الحسين زوار الحسين ما في تعب، ماكو اي تعب للامام الحسين، اي تعب له. من اسمان تبديك يعني بالعمل تحديدا؟ بدي انا من الساعه بالوحده الظهر بلشت ولحد الان، لحد الان موفق ان شاء الله. بس انت في زوار الامام الحسين، شو تقول للزوار الامام الحسين؟ نقول لهم اهلا وسهلا بكم واحنا حاضرين بخدمتكم ان شاء الله. يعني اليوم ان شاء الله راح نأتي زوار كبار يوميا، مو بس اليوم، من يوم الاربعين ان شاء الله. موفق، شكرا جزيلا لك. ايضا نستمر معكم احبتنا المشاهدين، يعني الاستاف كامل لتقديم الخدمه للزوار مثل ما تشاهدون هاي الاعداد الكبيره، هذا العمل المستمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، موفق ان شاء الله نجوم الله يحفظك. كلمني عن طبيعه عملك. والله قدم كباب، معجنات، مشويات، حلويات. اختصاصك انت يعني في طباخ؟ لا انا خلفه مال لحمه بعجين هناك. تجيب هاي الايام وقت انا اساعد الوالدي، اساعده يعني كل شيء اخذه. زين تعلم الشغلات هنا؟ تعلمنا وايد من المواقف، تعلمت علمنا نخبز، علمنا كل شيء، يعني جميع شغلات تعلمناها. يعني يوم قدمة الحسين اي شيء عمله؟ اي شيء، ما نتوقف عن كل شيء. مطر، اجواء صعبه، تراب، وانا اشوفك مبلل، بس بالسمر في العمل. ما يهمنا لا مطر، ما يهمنا لا تعب، ان شاء الله كلها خدمه الامام الحسين عليه السلام. شكرا جزيلا، موفق ان شاء الله. ايضا احبتي المشاهدين، مثل ما شاهدتم اليوم انه تسابق الشباب على تقديم الخدمه لزوار الامام الحسين عليه السلام. راح نستمر وياكم بجولتنا من هذه التغطيه الخاصه، كونوا معنا. نص عساكرهم هالمناحر من نصول نرفها رايات، وبمناحرهم السيف ينطق يا حسين يصيح حيناد، جيب آخرهم فدوة بس الفاطمية مأمنة بار. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. نعزي جميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، وخاصة علماءنا الأحياء والأموات، منهم بذكرى أربعينية سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذه محافظة ميسان، موكب أهالي جديدة، موكب أبا تراب.
حيا الله صح. الموت لو مر مي علينا هنا نجي احنا ان شاء الله من اول واحد صفر نجي نصب المواكب نحضر امورنا ومستمرين بالعمل من الصباح لحد نهاية اليوم يعني لحد الليل نهاية الليل مستمرين بالخدمة. طبعا الريو الغداء والعشاء الوجبات الأساسية مع توفير الوجبات البيانات مثل اللبلبي الباقي الحلويات. عندنا كوادر متخصصة بالحلويات كوادر متخصصة بالمشويات مثل ما تشاهد يعني كوادر متخصصة طباخين يقومون بهذه الأمور يعني تعرف كوادر متخصصة للمبيت يعني متخصص عملنا مقسم العمل إلى كوادر كل كادر متخصص بالعمل ماله كادر الحلويات كادر المشويات كادر الطبخ كادر المعجنات كادر المراقبة الخدمة كادر صحي عندنا جميع الكوادر موفرينها لخدمة زوار أبا عبد الله الحسين. عندنا أطفال صغار مثل ما تشاهد هاي الأعمار مثل الأعمار من عمر أولادنا وأولاد أخوتنا من عمر 5 سنين الحد الشيبة عندنا يخدمون بهذا الموكب وهذا موكب المحافظة محافظة ميسان المركزي طبعا وإحنا بخدمة زوار أبو عبد الله وكل سنة إحنا هنا من 1 صفار إلى بعد 40 بيومين يلا نرجع إلى محافظة ميسان. والله زوار أبو عبد الله الحسين أول شيء نقول لهم إحنا بخدمتكم وخدمتكم شنو اللي تحتاجون إحنا جايين بخدمتكم ولا يهمكم مطر ولا يهمكم أي شيء أنتم قاصدين أبا عبد الله الحسين وأبقوا على هذه العقيدة وأبقوا على هذه المسيرة إلى أن إن شاء الله نلتقي وإحنا وياهم عند الحسين أبا عبد الله الحسين. طبعا عندنا هذا المشمع عندنا نضرب بعد شوادر وعندنا فراشات احتياطية يعني هذا اللي يتبلل الفراش والأغطية راح نشيله نعزله على صفحة عندنا احتياط عندنا بالحاويات مالات السيارات فراش جديد كامل جاهز راح نفرشه من جديد وهذاك راح لما ما ينشف بعدين نشيله مستعدين لكل شيء إن شاء الله. نسأل الله بأنه لا يحرمنا من هذه الخدمة نحن وياكم إن شاء الله. حج أحمد المحمد أول موكب أبو تراب أهالي ميسان. بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الاحتفالات المقدسة الإمام الحسين وأبو فضل العباس ونشكر جميع الموجودين في كربلاء. عملنا احنا نشتغل عملنا كامل يعني مو بس من جيبنا الخاص حتى من جيب العالم الناس جميع الطائفة حتى من الصابة أهم الطوفنا قاعدين يتبرعوا الصابة أذئلنا ويتبرعوا للناس يتبرعوا للموكب. عملنا شايكي وعندنا جماعة صدام يجوا بالكادر وعندنا جماعنا يشتغلون بالمطعم يعني خلفات يعني طبابيخ 4 نعم 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 المنظمة موجودة من عندنا من كبير بالموكب هو مجمع ويا بيثنين يجمعون يعني خاصين يعني على الحماية مال الشادر وحماية الناس الزوار اللي يدخلون بالشادر. الإمام احنا نخدم الزوار الحسين نخدمهم ليلا ولا يا بخت من عند شيبة خطوة اجدامك خطيبة يا ابو الاكبر يا مكرم صالة جنودك تطلب اذن السيف صرخها عليهم. وصلوا لكم محبتنا المشاهدين بنقل
هذه الأجواء وهذه الترقية خاصة من كربلاء المقدسة مع المواكب الخدمية اللي تعمل باستمرار على خدمة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. معي أحد الخدم في الموكب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجرنا وأجركم وصاب عبد الله الحسين. كلمنا عن طبيعة عملكم بالموكب. عملنا خدمي منام، عندنا شاي، عندنا جميع الأكلات الموجودة. مش قد بكربلاء قدمونا من يوم ما حصفر لنهاية 40 الإمام الحسين. سلام الله. أجواء المنطرة يا تراب ما أثر عليكم؟ ما يأثر علينا بكل شيء. احنا جايين لخدمة زوار الحسين. سلام الله. مقسمين الكادر عندكم الشباب مقسمينه؟ نعم أبو الشاي بحده، أبو الطعام بحده، الطباخين بحدهم، أبو الكعك بحده، أبو الكباب بحد، كل من له قصة. لجنة مشرفة تنظم هذا العمل. نعم نعم. عندنا لجنة مشرفة قاعد تجد الشباب تبلغ على كل من عمله. إن شاء الله موفقين. شو تقول لزوار الإمام الحسين؟ احنا بخدمته على كل شيء. والله. شكرا جزيلا. الله يحفظك حبيبي. ان شاء الله. اذن احبتي المشاهدين وصلنا وياكم لختام هذه التغطيه مع خدمه الامام الحسين عليه السلام. حتى الملتقى في تغطيات اخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. في امان الله.